الشهيد عبد الله بسام محمود سعيد استشهد على أرض الوطن. طبعا انت بتقطعه وبحكي اللي عندي. طبعا عمره 26 سنة، تجوز صار له تقريبا سنتين، عنده ولد عمره سنة. طبعا هذا الشاب كان فاتح مقهى ومن بيته لداره، فالله اخذ منيته فنزل على جنين على الفسبة، فقالت الحرب الصهيونية الذي قامت في قتل. طبعا انا كنت نايم فقعدتني زوجتي ساعة 2:30 فبتقول لي ابن عمك استشهد، فكان حتى اولادي نازلين على جنين، فتلقيت الخبر بصدمة كارثية. فإنسان لحد الآن لا يملك شعوره في هذا الحدث اللي صار، لأنه حدث غريب عجيب من نوعه، فالصدمة هي كانت صدمة غريبة على الجميع.